بعد 17 سنة من الغلق عادت الحياة لتدب في المسرح الروماني بسكيدا. المسرح الذي خضع لعملية تهيئة سيحتضن تظاهرات ثقافية، كما سيتم استغلاله سياحيا. بعد 17 سنة من أشغال الترميم التي ميزها الاكتشافات الأثرية للمدرجات الأصلية للمسرح الروماني من طرف المركز الوطني للبحث في علم الآثار، والتي قمنا بترميمها وإبرازها وتثمينها للزوار، بالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية ستبرمج مستقبلا بالتنسيق مع مؤسسة المسرح الجهوي تظاهرة ثقافية ليرجع المسرح كما كان في نشاطه المعهود سابقا قبلة للمواطنين. كمديرية السياحة أولا نسعى نضيفه إلى مسار من مسارات السياحة على مولاية سكيكدا، بحيث أنه مسرح تاريخي، بالتالي الوفود اللي راح تجينا إن شاء الله سوف تكون نقطة ومعلم من المسارات السياحية لولاية سكيكدا. مختصون في التاريخ والهندسة والترميم أعابوا عدم مراعاة طريقة بناء المسرح في عدة جوانب، فيما حذروا من استعماله في التظاهرات لعدم جاهزيته. أما هي كحلول استعجالية وحلول يعني محافظة على المسرح نجحت الحمد لله. الاستعمال الوقت الحالي ما ننصحش به، لأنه مازال ما يوفرش الشروط الأمنية للاستعمال. حماية المعالم التاريخية أمر مهم، لكن الأهم منه حمايتها وتهيئتها لاستغلالها للاستفادة منها في مختلف المجالات